دخول الثورة السورية عامها الرابع وبعد كل ما لحق بالشعب السوري من معاناة نفسية وجسدية ومادية، خصوصا الأطفال الذين حرموا طوال كل هذه الفترة من أبسط حقوقهم ألا وهو التعليم واللعب بسبب ممارسات التدمير والتشريد التي مارستها وما زالت تمارسها قوات النظام بحقهم. كل هذه الظروف دفعت بمركز نوروز لإحياء المجتمع المدني في مدينة عامودة وبمساعدة من بعض الشخصيات الخيرة في المدينة بافتتاح مركز ملاهي مصغر لأطفال المدينة وأطفال النازحين إليها، وذلك بشكل مجاني. قدرنا بإمكاناتنا المتواضعة نأسس هالمشروع الصغير مشان ندخل الفرحة لقلوب أطفالنا ونرجع السعادة والبسمة لوجوههم، لأنه أطفالنا افتقدوا كتير للفرح والسعادة، وهالمشروع إن شاء الله راح يستمر طول فترة الصيف. يشرف على هذا المركز مختصون في مجال التعامل مع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وهم أعضاء جمعية سولين لرعاية الطفولة وجمعية نوجيان لذوي الاحتياجات الخاصة. ويضم المركز مجموعة من الألعاب بحسب الإمكانيات المتوفرة، مستمرين مع الأطفال طوال فترة العطلة الصيفية بهدف إخراج الأطفال من جو القتل والملل والغلاء الفاحش، خصوصا في مراكز الملاهي الكبيرة. ارتأينا عمل هذا المشروع لأطفال جمعيتين نوجيان وسولين خصوصا وأطفال المدينة عموما، ونشكر كل من ساهم معنا في إنجاز هذا المشروع. إخراج الأطفال من جو الدمار والترهيب، إبعادهم عن الاستغلالية والانحراف، إعادتهم إلى حياة الطفولة، إدخال البهجة والأمل لقلوبهم. كانت أهداف هذا المشروع الصغير بحجمه الكبير بعمله، والذي لقي استحسان ذوي الأطفال من أهالي المدينة والنازحين. فعلا الأطفال بحاجة كبيرة أنه يرفعوا عن حالهم، خاصة بالظروف الحالية اللي بتمر بها المدينة يعني بشكل خاص يعني، والوضع السوري بشكل عام. أنا كأم لطفل معاق كمان طفلي بحاجة لمثل هالفعاليات، مثل هالألعاب مشان يرفع عن حاله. أنا مبسوطة وبشكرهم على هدول الأشياء، وبشكر الأنساتي لأنه عملوا هدول الشغلات، وبهاي الصيفية إذا ما كان فيه كنا رح نمل بالبيت. الملاهي غالي كتير كتير، ونحن نحب نلعب فيها. هلأ نحن مبسوطين حتى نفتح المدرسة. أعمال صغيرة ومحدودة لكنها كفيلة بأن تبعث بالأمل وتبدد الخوف على مستقبل الأطفال في سوريا، لا سيما عندما تشاهد هذه البسمة على وجوه أطفال افتقدوها طوال الفترة الفائتة. لا خوف على سوريا وأطفالها طالما أن هنالك شباب غيورين مستعدين لعمل أي شيء وبشتى الطرق لإدخال ولو بصيص من الأمل والسعادة لقلوب أطفالهم، كما يحصل هنا في مدينة عامودة. جوان الكردي، أورينت نيوز، عامودة.